Assalamu alaikum everyone. Today we are going to make some hot juice. It's very healthy for you to drink and everyone else. We are going to need orange. One orange and one lemon, some ginger and some yellow haldi. And 2 spoons of honey. Original honey. السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية إن شاء الله. اليوم غنحضروا مع بعض مشروب مقوي للمناعة، كيرفع المناعة وفيه بزاف ديال الفيتامينات، خصوصا فيتامين سي اللي هو ضد الإنفلونزا الموسمية. لتحضير هذا المشروب الساخن غادي نحتاجو واحد البرتقالة كما كتشوفوا معايا، نقطعوها طريفات صغار هكايا. المكونات ساهلين كما كتشوفوا معايا، كيكونوا عندنا اي بيت كنقطعو البرتقال ديالنا طروفة صغار هكايا بالقشور ديالو، وغنزيد نقطع الحامضة حتى هي هكايا بالقشور ديالها. هاد المشروب منعش ومفيد بزاف خصوصا في هاد الأيام، كنتمنى تجربوه. دابا هنايا بعد ما قطعنا الحامضة والليمونة ديالنا، الحامضة ديالنا والبرتقالة، غنزيدو غنديرهم في واحد الإناء غارق هكايا زلافة كبيرة، غنزيد عليهم شوية ديال الكركم فريش. الكركم فريش إلا ما كانش متوفر تعوضوه بالكركم باودر، حتى هو مزيان هاد الوصفة. وغنزيدو عليه شوية ديال الجينجر، الزنجبيل فريش، راه كلنا عارفين الفوائد ديال الجينجر حتى هو، وغني بفيتامين سي لا هو ولا الحامض والبرتقال غنيين عن التعريف. غنحكم هكايا بطريقة بسيطة وما غاديش ياخذوا منا وقت بزاف، 5 دقائق كتكون الوصفة جاهزة. كنظن هذا القدر كافي ديال الجنجل، نزيد شوية. وغنزيد عليهم 2 معالق كبار ديال العسل الحر، وغنخلطهم مزيان ونعمرهم في شي قريعه ونديرهم في الثلاجة، يبقاو عندنا كمشروب جاهز. وقت ما بغينا نستعملوه كنديرو القياس اللي بغينا، مثلا كوب او كوبين ديال
الماء يكون ساخن اللي يكون طايب الماء طايب، كنزيد عليه المعلقة من هذا الخليط وكنشربوه. هو مزيان كيعجب الكبار والصغار وفي نفس الوقت مفيد مفيد وصحي. هذه هي الوصفة البسيطة ديالنا ديال اليوم، كنظن ما كاين ما سهل من هكايا. تقدروا تزعموا عليها وتوجدوها الا كانوا عندكم المقادير موجودين، ما عليكم الا تنوضوا وتوجدوها. انا غنعملها في قرعه وغادي نحطها في الثلاجه حتى الوقت ديال الاستعمال ديالها. هاد الوصفة انا مجرباها ديجا، صوبتها عاود صوبتها، كنشربها مثلا بالليل او في الصباح، هي مفيدة جدا. Hello again. Now, when it's finished, that's how it is. We slice the lemon and orange and put it in the bottle. Now, we are finished. When I need it, I can get it and drink it. Put some hot water on it and that's it. وهذا هو المشروب ديالنا اللي حضرناه مع بعض. انا خليته في الثلاجه حتى الغد ليه، عاد حيدته باش نستعملو. دابا غناخذ على حساب الكاس، على حساب الكاس اللي غتشربو. انا غناخذ هنايا مقدار ديال المعلقه كبيره، غناخذ معاه شويه ديال العصير الماء اللي كيقول البرتقال والحامض، نديرو هنايا في الكاس. كما قلت لكم كتبقى الكميه على حسب الحجم ديال الكاس. انا هنايا عندي كاس كبير، درت جوج معالق وكاين عندي هنايا الماء طايب طايب حتى لدرجه الغليان، طايب مزيان. عاد غنضيفو على هاد المكونات ونخليه يبرد شويه وكيتشرب بحال الشاي. كما سبقت وقلت لكم راه الحامض الحواميد كاملين غنيين عن التعريف، غنيين بفيتامين سي. الحواميد كلهم غنيين بفيتامين سي كما قلت لكم، ومفيد جدا في نزولات البرد وخصوصا هاد الايام. كنتمنى تجربوه. صافي هنايا كنزيد عليه الماء طايب. غنزيد نخلطو وغنخليه حتى يبرد شويه عاد يتشرب. كيتشربو هو سخون، نوض بالصحة والراحة. واللي بقى لي غنردو للثلاجة حتى نبقى نستعمل منو حتى يتسلم. وإلى اللقاء، وكنتمنى نلقاكم إن شاء الله في فيديو آخر وانتم بصحة جيدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.